هل فاطمة نعوت مع فصل الدين عن الدولة في مصر للدين. والعالم نعم. العربي؟ أيوة، لأن بمعنى وليس بالمعنى، لأن العلمانية مصطلح للأسف ظلم، شوهه الإخوان وزواح واحد زي شومان، معرفش بين اسمه إيه، حازم شومان، وقالوا العلمانية يعني الكفر إلى آخره. بالعكس، العلمانية هي الضامنة لاستمرار الأديان والحفاظ على الأديان. الدين كيان مقدس، والسياسة أمر مدنس اسمها dirty game، اللعبة القذرة. فربط المقدس بالمدنس شيء يهين المقدس، فالحفاظ على المقدس وهي الأديان نعم. يجب فصلها عن الدولة. في الثواني السابقة تجادل فاطمة نعوت عن العلمانية بأنها الضامنة لاستمرار الأديان المقدسة والحفاظ عليها من دنس السياسة، ولهذا يجب فصلها عن الدولة. فهل هذا الكلام صحيح؟ أولاً، العلمانية وفق قاموس كامبريدج هي الاعتقاد بأن الدين لا ينبغي أن يشارك في الأنشطة الاجتماعية والسياسية العادية للبلد، أي إن الدين مرفوض لذاته من أي مجال عام، وليس لأجل الحفاظ عليه كما تحاول نعود خداعنا. وتذكر أن هذا تعريف قاموس كامبريدج للعلمانية، وليس التعريف الركيك الساذج الذي ساقته نعود ولا يمت للعلمانية بصلة. وإذا كان هذا هو الحال وهذه هي العلمانية عند أهلها، فكيف نحافظ على الدين ونحن نلغي أحكامه في شؤون المجتمع والحياة العامة فضلا عن الشؤون السياسية؟ فالإسلام تتداخل فيه الشؤون الاجتماعية بشكل مركب مع السياسة والمجتمع، ومن ثم الدين. فتحريم الربا مثلا شأن مجتمعي، ويقتضي أن يحرمه قانون الدولة والمجتمع، وكذلك تحريم الزنا وإقامة الحدود كحد السرقة والقذف وغيرهما، كلها من الدين والشريعة. فكيف يمارسها الأفراد وهي تقول إنه ينبغي فصل الدين عن الدولة؟ وهل يمكن للأفراد أن يقيموا كل أحكام الدين الجماعية في ظل دولة علمانية تمجد غيرها؟ فالدولة مثلا تحبس السارق، لكن الدين يقول بوجوب قطع يده، والدولة العلمانية تحمي بيع الخمور، لكن الدين يقضي بتحريم شربها وبيعها وتداولها. فكيف تحافظ العلمانية على الدين؟ الحقيقة أن تطبيق العلمانية بهذه الصورة تعطيل لشرائع الإسلام نفسه. الأمر الآخر هو انحراف نعوت وقولها بأن السياسة مدنسة ومن ثم تدنس الدين، وما هذا إلا دباجة عاطفية لخداع العقول. فالدنيا كلها دنس وكدر، وما أتى الدين إلا لتقويم كل هذا وتطهيره. وهل نعزل الماء عن القاذورات لأنها قاذورات، أم نحاربها بالماء لأنه خلق لتطهير هذه القاذورات؟ بل إن هذا القول الفاسد يستلزم إبعاد الدين عن الحياة كلها. ولماذا خصت فاطمة نعوت السياسة بالتدنيس؟ الأنشطة المالية اليوم مدنسة ومشحونة بالربا، ليس كذلك؟ فهل وقف الدين ليشاهد، أم أنزل الله فيه ما يقاوم هذا الدنس؟ بالعكس، فقد جاءت أحكام واضحة في الدين كتحريم الربا والاحتكار والغرر والنجش وبيع الإنسان ما لا يملك وغيرها من الأحكام التفصيلية في باب الأموال، أي إن الدين جاء لضبط الجوانب المنفلتة في الحياة البشرية بشريعة الله ومنهاجه القويم. ومن ضمن ذلك السياسة التي ستكون بالتأكيد مدنسة حين تكون بمعزل عن شريعة الله وهدي الله، فسوف يتنافس الناس للجاه والعلو في الأرض، وسوف يشيع بينهم الظلم والتكالب على الدنيا، والشريعة جاءت بكل ما يضاد ذلك، وبما يحقق العدل وحفظ الأمن والأمان وحفظ كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وصيانة حرماته. وهذا كله رد من الجانب العقلي البحت على كلام نعوت المتهافت. فكيف وبين أيدينا أوامر واضحة وصريحة ومباشرة بتحكيم الإسلام في كل شأن من شؤون حياتنا، بداية من تقليم الأظافر ودخول الخلاء وصولا إلى الحروب بين الدول.